عاملة إيه؟ عارفة إن أنت كسبتي معانا وبقيتي الطفلة اللي واخدة المركز الأول في البرنامج ده كله؟ وآدي الهدية بتاعتك أهي دلوقتي أنا معايا دي المفاجأة بتاعت عيد ميلادك اللي أنا قلت عليها إن أنا معايا الهدية اللي أنا وريتها لك دي بس مش هي دي الاختيار الوحيد ليكي أنت قدامك كمان اختيار تاني وهو إنك تاخدي الشنطة دي ولا تاخدي الهدية؟ ايه رايك اصلا في الشنطة؟ حلو ايه اللي فيها ده؟ فلوس تفتكري كم المبلغ ده؟ مليون اقل 100 مليون جنيه هو ده وهو ده فعلا الرقم اللي موجود معانا في شنطتنا فتحبي تاخدي الرقم والمبلغ اللي في الشنطة ولا الهدية؟ الشنطة آخر كلام الشنطة ولا الهدية لا الشنطة آخر كلام الشنطة متأكدة متأكدة تمام يبقى هي هديتها الشنطة خد يلا مبروك عليك الشنطة مدام اخترتي الشنطة خد يا رغد خد الشنطة بتاعتك اختي دي تقيلة قوي معلش بقى ايوه وحطي الدبدوب الازرق فوقيها دخليها جوه ايوه بس كده بس خلاص خلاص عشان ما تزقيش الكنب بس كده اقعدي بقى هو الارنب مسيطر عليكي في حياتك خلاص طب معلش يا جماعه وقف بس استني اتكلم في التليفون وارجع له هكلم ماما هنا الو يا لهوي ايوه يا حبيبتي ايوه انا سامعاك ايوه وسرق منها السلسله يا اختي دي ايه العصابه الجديده دي يعني عصابه بتلبس دباديب وبيسرقوا الحاجات من البيوت يا نسيبتي اه 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 طب وبعدين وبعدين يا ماما ايه اللي حصل والبنت فضلت مسروعه ما قالتش لاهلها يا غبيه ما هي لو كانت قالت لها كانوا لحقوا طب يا ماما انا هكلم كده مع عارفة واشوف هنعمل في الموضوع ده مع السلامه ايه يا حبيبتي يلا نقفل الحلقه ماشي مبروك عليك الش... ايه ده مالي ليش الشنطه راحت فين والله مش عندي والله ما خدتهاش انتي انت, خ... انت باباك دي خدها وانا بتكلم في التليفون امال مين اللي خدها ما انا لازم اعرف يعني ايه؟ يعني انا قاعدة انا وانتي وفجأة الشنطة اختفت؟ والله قوليلي مش... يا راغدة ايه اللي حصل؟ مش انا قولي يا راغدة ايه اللي حصل؟ م... مش انا امال مين؟ امال م... مين؟ والله ما والدبدوب بتاعه راح فين؟ <applause> <applause> الدبدوب كلموا الامن يمسكوا الدبدوب بسرعة خدي يا راغدة وادي الجايزة بتاعتي مبروك عليكي واشوفك بعدين باي 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 باي